رفضت لجنة الكرة بالأهلي طلبات مؤمن زكريا صنع ألعاب الفريق من أجل تجديد تعاقده بعد اشتراط اللاعب المساواة بالثنائي عبد الله سعيد وأحمد فتحي من أجل الموافقة على التجديد، بحيث يحصل على 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، خاصة بعد رفض الإدارة الحمراء أكثر من عرض خليجي مغر لرحيله في ظل الحاجة لخدماته. كانت إدارة الأهلي رصدت ما يقرب من 21 مليون جنيه خالصة الضرائب لتجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم.